دان البيت الأبيض ازدراء نظام الأسد للمعايير الدولية، وذلك بعد إعلان خبراء في الأمم المتحدة استخدام النظام لأسلحة كيماوية ثلاث مرات عامي 2014 و2015. الناطق باسم مجلس الأمن القومي نيد برايس قال إن نظام الأسد تهرب من مسؤولياته المترتبة على انضمامه إلى اتفاقية حظر الأسلحة الكيماوية عام 2013. ولفت برايس إلى أن النظام في سوريا انتهك اتفاقية حظر الأسلحة الكيماوية والقرار 2118 الصادر عن مجلس الأمن الدولي، وذلك من خلال استخدامه الكلور الصناعي سلاحا ضد شعبه. كذلك هاجم روسيا التي أتاح دعمها العسكري والاقتصادي لنظام الأسد بمواصلة حملاته العسكرية. نبقى في الشأن السوري ونعود من جديد إلى موضوع الإدانة التي كانت من قبل البيت الأبيض اليوم التي أعلنها فيما يتعلق بازدراء نظام الأسد وفق البيت الأبيض للمعايير الدولية. ينضم إلينا حول هذا الموضوع من بيروت دكتور سامي نادر، أستاذ العلاقات الدولية. مساء الخير، أهلا بك معنا دكتور سامي. ماذا يعني هذا الموضوع، هذه الإدانة اليوم، خاصة بأنها ليست الإدانة الأولى ولن يكون سبب الازدراء هذا سبب الإدانة هذه الانتهاك الأخير من قبل بشار الأسد وحلفائه وفق تاريخهم؟ يعني كما أشرتم ليست هذه المرة الأولى التي يدان بها إدان فيها النظام باستعماله الأسلحة الكيماوية، ولكن الملفت ردة فعل النظام السوري وطريقة التعامل مع هذا التقرير. الواضح اليوم أن هنالك نوع من الازدراء كما أشرتم لإدارة أمريكية لم يبقى لديها في البيت الأبيض سوى أيام معدودة، والكل يعلم أن هذه الفترة هي فترة السماح بامتياز، لا سيما يعني أن الرئيس الأمريكي قد يعني كان جدا متردد عن استعمال طوال فترته. هكذا سيسلم وريثه في البيت الأبيض الملف السوري أم تتوقعون شيئا ما دكتور سامي؟ وهل ممكن أن نشهد بالتالي أي تكملة عملية على الأرض بعد هذه الإدانات من خلال تصريحات في هذه المسألة، لأن لديها بعد قانوني؟ أنا أعتقد أن هنالك يعني ملف كامل ممكن للرئيس الأمريكي المقبل أن يحرك هذا الموضوع باتجاه المحكمة الدولية، ولكن يعني يحول دون هذه صحيح. وقانونيا يقال بالضبط هذا ما سأنتقل إليه، الفيتو الروسي. قانونيا يقال بأنه طبعا ستتم إدانة هؤلاء مهما طال الزمن، وكان من المفترض أن نحن نناقش هذا الموضوع قانونيا، ولكن مع حضرتك دكتور سامي موضوع روسيا أيضا من ضمن هذه الإدانة اليوم. بيت الأبيض هاجم روسيا أيضا، وأنه دعم العسكري والاقتصادي لنظام الأسد هو الذي أتاح لهذا النظام المتابعة ومواصلة الحملات. هذا ليس بجديد على البيت الأبيض، لماذا الآن ولماذا يعلنه يعني يعلن من دون اتخاذ أي ردة فعل على الأرض؟ هذا التقرير نشر اليوم. هنالك أيضا اليوم حديث عن عقوبات إضافية على روسيا من قبل الأوروبيين ومن قبل الأمريكيين. هنالك أيضا يعني انتقال ملف السوري من البيت الأبيض إلى البنتاغون. إذا يعني هذه حجة إضافية تعزز موقف قد يكون مقبلا إما للرئيس المقبل أو للبنتاغون لكي يتعامل على الأرض يعني بشكل جزئيا مختلف عن ما عن عقيدة أوباما أو عن ما قام به الرئيس أوباما. يعني مسألة دعم المعارضة السورية اليوم بسلاح نوعي، تقرير من هذا النوع وإدانة من هذا النوع تعزز هذا التغيير في القرار. لا يمكننا اليوم توقع تغيير جذري للإدارة الأمريكية قبل انتخاب رئيس جديد وتوليه زمام الأمور في أمريكا، ولكن انتقال هذا الملف إلى
إلى البنتاغون، يعني نرى دور أكبر لوزير الدفاع الأمريكي أكانت في سوريا أو في العراق. صحيح. في المرحلة الأخيرة هذا يدل يعني، وكان بعث بإشارات البيت الأبيض أنه أحال الملف إلى البنتاغون لكي يديره بالحد الأدنى، والمعروف أن البنتاغون مقاربة متميزة. نعم. عن إدارة أوباما في هذا الشأن. أنا أشكرك جزيلا دكتور سامي نادر أستاذ العلاقات الدولية على هذه المشاركة معنا من بيروت.